من وحي البيان تفسير للقرآن ذكر من الرحمن هدى من حكيم للإنسان تأمل في الآيات تدبر في الأحكام شرح وتفسير تعلم وتحبير من وحي للبيان تفسير تفسير للقرآن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأفضل الصلوات وأزكى التسليم على محمد خير البرية وأشرف الأنبياء والمرسلين مشاهدينا اليوم سنتكلم عن صورة أخرى ألا وهي صورة القارعة نقرأها مع بعض تفسير للقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم يصف سبحانه وتعالى في هذه الصورة عن أهوال يوم القيامة وشدائدها فهي صورة تهتز منها القلوب وترجف لشدة الهول الذي تصفه القارعة هي اسم من أسماء يوم القيامة وسميت بهذا الاسم لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها ما القارعة وما أدراك ما القارعة وهذا تعظيم لشأنها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يكون الناس كالفراش المبثوث أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض والفراش وهو الحيوانة التي تأتي ليلاً أما عن الجبال الشامخة الصلاب الصامدة فتكون كالعهن المنفوش ما معنى العهن المنفوش؟ أي كالصوف المنفوش الضعيف الذي تأتي به أدنى ريح فتأخذه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي من رجحت حسناته على سيئاته من غلبت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي في جنة النعيم خالد فيها ومستمتع بها وأما من خفت موازينه أي من رجحت سيئاته على حسناته من غلبت سيئاته على حسناته فأمه هاوية أي مأواه جهنم أي مأواه النار وما أدراك ما هي وهذا تعظيم لها ولشأنها نار حامية أي نار شديدة الحرارة إذن مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لنهار اليوم نلتقي في حلقات أخرى بحول الله أتمنى أن يكون هذا الشرح البسيط قد أفادكم والسلام عليكم تأمل في الآيات تدبر في الأحكام شرح وتفسير تعلم وتحبير من وحي للبيان تفسير للقرآن